طيب ما طب ما انا مش بقول لك درب، بس بقول لك احساسك انك ممنوع تدرب ده مش بيخليك شويه متحامل على المدربين لا 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 عشان خالص. نفسك تدرب؟ لا لا خالص، ولا بفكر في الموضوع ده، ولا عمري دخلت. يعني ما كنتش تتمنى تبقى في مكان حسام حسن دلوقتي؟ وانا قبل كده ممكن، يعني قبل العمليه ممكن. يعني انت اكيد تتمنى ان رضا عبد العالي لا مش 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 هاخد دوري بعد حسام حسن، يعني الاول حسام الفتره دي يعمل ارضيه للمدربين المصريين. يعني لو كلمك في التليفون دلوقتي قال لك تعالى اشتغل مدير فني، تعالى اشتغل، لا 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 ممكن مستشار، يعني يستشيرني في حاجات من بعيد لبعيد، تشتغل من غير منصب. اه طبعا ده مصر يا استاذه، واحنا هنبخل على مصر. هو اي حاجه عايزها. بس انا سالت سؤال، لو ما كنتش عملت العمليه دي هل كان يبقى نفسك تبقى في مكان حسام حسن دلوقتي؟ اه طبعا بحفظ الالقاب. اه طبعا، وفي الحاله دي كان هيبقى في غيره. انا بكلمك بمنتهى الامانه بقى اهو. لو ايه؟ لو تقدر؟ لا لو انا ما كانش في عمليه والكلام ده وشغال في المجال، كنت لازم اغير. بس امتى اغير؟ لو انا حققت بطوله، واخد بال حضرتك، وهو مسك زي ما انت قلت كده ان هو ان انت متاح وان هو اللي خدها منك. بالظبط كده، ان احنا الاثنين في اهو في المركب، ويمكن انا اعلى شويه. انت اعلى من حسام حسن؟ لا بقول لك لو انا على شويه هزعل وهتضايق. مين يدرب مصر احسن، انت ولا حسام حسن؟ لا انا بجد انا ما بهزرش. لا والله العظيم، انا تفكر هو الكلام اللي انا بتكلمه ده كلام ببلاش؟ ما هو كلام نابع ان انا عندي رؤيه وعندي يعني شخصيه. انت احسن من كابتن حسام حسن؟ انا من وجهه نظري، ما هو لو كلمتها يقول لك انا احسن من رضا طبيعي. هو في حد هيقول لي التاني هو احسن مني؟ لا يعني انا ما ينفعش اطلع اقول انا احسن من اوبرا وينفري مثلا. ما انتوا في مجال ماليش دعوه، احنا في مجالنا هنقول عادي. عادي. بس ف لا انا ما بقولش عزه نفس، انا بقول بجد لو انت راجل النهارده بتنتقد كابتن رضا عبد العال كمدرب، انت مدرب لمنتخب مصر احسن من حسام حسن؟ انهي لك القصه. مصر خسرتني كمدير فني. مصر خسرتني كمدير فني. ومش كلام، بس هي كانت عايزه امكانيات، بس امسك فرقه فيها امكانيات وكنت اوريك الشغل. حظك يعني وحش جدا، بس الحمد لله. ده انا ما بقولكش انك مش راضي. لا حظ وحش في الفتره اللي انا مرنت فيها. ما جالكش فرص كويسه؟ قصدي بيخافوا.